تفقد محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مشاه لواء الركن أحمد عبد الله تركي ومعه قائد المنطقة العسكرية 4 لواء الركن فضل حسن العمري الخطوط النارية الأمامية في جبهة القتال والشرف والفداء بمناطق كرش وشريقة والراهدة. ونقل المحافظ تركي وقائد المنطقة 4 الجنود الأبطال تحايا فخامة الرئيس المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وطلع محافظ محافظة لحج وقائد المنطقة العسكرية 4 على سير العمليات القتالية في جبهة قاز بمنطقة شريقة التي تم تحريرها وتطهيرها من الميليشيات الانقلابية، كما تفقد خطوط التماس الأولى في اتجاه الميمنة من منطقة شريقة في جبهات ومرتفعات جبال منطقة شيفان شرقي منطقة الشريجة وجبال منطقة الهشمة باتجاه منطقة العلوب. وثمن محافظ محافظة لحج وقائد المنطقة العسكرية 4 عاليا دعم قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والدول المساهمة في كافة وتوجيهات الحكيمة لفخامة الرئيس القائد المشير الركن عبد الرب منصور هادي، مؤكدين على واحدية المصير المشترك في القضاء على الأطماع الإيرانية الخبيثة في اليمن والمنطقة العربية. نفذت قوات الجيش الوطني عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير ما تبقى من مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج وتوجه نحو تعز لفك الحصار عنها. وتمكنت قوات الجيش من تحرير مناطق نجد الوزق ونجد عراضب وموقع سنترال في عنفات، كما تمكنت من تطهير مدرسة الفلاح التي كانت تستخدمها ميليشيات الحوثي الانقلابية مقرا لعملياتها القتالية. كما تقدمت قوات الجيش نحو نجد قفل وتفرض عليها حصارا خانقا تمهيدا لاستكمال تحريره. قتل 67 حوثيا بينهم قياديون في معارك ضارية بين الجيش الوطني وميليشيات الانقلاب في مديرية مقبنة غرب تعز خلال الأيام الخمسة الماضية. وقال المتحدث الرسمي باسم محور تعز العميد عبد الباسط البحر قوله إن ميليشيات الحوثي تحاول استعادة مواقع استراتيجية في منطقة قهبان في مديرية مقبنة، لكن الجيش اليمني دفع بتعزيزات كبيرة وكبدها خسائر فادحة، لافتا إلى أن غالبية قتل المتمردين من الأطفال ما يؤكد استمرارها في تجنيدهم، كما سيطر على مواقع في مديرية حيفان مشيرا إلى أن الجيش أصبح على بعد 5 كيلومترات من جنوب مدينة الراهدة وبالسيطرة عليها سيجري قطع الإمدادات القادمة من المديريات الجنوبية لمدينة تعز بالكامل عن الحوثيين. تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على مواقع استراتيجية شمالي غير محافظة الجوف. وقال مصدر عسكري إن الجيش سيطر على مواقع جديدة وجبل استراتيجي يطل على خط المهور ويوصل بين منطقة الطهرة ومعسكر طيبة الاسم في مديرية برط العنان، مشيرا إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات الحوثية علاوة على استعادة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر. وحاولت عناصر من ميليشيات الحوثي التسلل إلى مواقع الجيش الوطني جنوبي صرواح، فيما أكد مصدر محلي أن عددا كبيرا من عناصر الميليشيات قتلوا وأصيب آخرون ولذا من تبقى منهم بالفرار.